وللتعليق على ما قاله أمير قطر اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معي من دبي المحلل السياسي والباحث في الشؤون الخليجية وشؤون الجزيرة العربية الدكتور خالد القاسمي. دكتور خالد، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. كان لافتا ما قاله أمير قطر قبل قليل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدول المقاطعة لقطر تسعى لوضعها تحت الوصاية الشاملة كما قال، ما رأيك في ذلك؟ شكرا جزيلا، وأنا سعيد بتواجدي في قناتكم وفي برنامجكم هذا. مرحبا. في حقيقة الأمر يعني قطر تحاول دائما أن تلفق الأكاذيب وأن تسعى إلى إيجاد أمور لا وجود لها أصلا، تتحدث عن حصار والحصار غير موجود، الموجود هناك مقاطعة، وهذا حق شرعي للدول التي قاطعت قطر بعدم التدخل القطري في سيادتها وعدم دعم الإرهاب. هذه الدول تعدت حقيقة من دعم قطر للإرهاب والتدخل في شؤونها، وأعتقد أن ما تم بثه من تسجيلات ومن أفلام وثائقية دليل واضح حقيقة على التدخل القطري في شؤونها. أضف إلى ذلك التدخل في شؤون مصر ومحاولة إسقاط النظام المصري الآن أصبح واضح من خلال قناة الجزيرة، من خلال الوسائل الإعلامية القطرية. هذه الدول تريد استقرارها، تريد أن تعيش في حالة جيدة وأن تستمر وشعوبها أيضا معها، وبالتالي قطر لا تريد لنا الاستقرار، تريدنا أن نستمر فيما سمته. طيب هو على كل الذي بدأت قال نحن مستعدون للحوار، للجلوس إلى طاولة الحوار على أساس المساواة واحترام سيادة الدول، وقال الحوار غير المشروط. هل تعتقد أنه هذا وارد من الجانب الآخر من الدول المقاطعة لقطر، يمكن أن تقبل بالجلوس مع قطر غير من أجل حوار جاد وغير مشروط وفي ظل احترام السيادة؟ هذا الكلام من بداية الأزمة كان مفتوح حقيقة، ودعت الدول إلى ذلك، وبعد يعني كالحديث الذي دار بين أمير الكويت وبين الرئيس الأمريكي ترامب، كان هناك اتصال أمير اتصال الشيخ تميم بولي العهد السعودي الذي فربكت وتلاعبت به وسائل الإعلام القطرية وادعت كذبا بأن يعني طلب بأن تميم هو من اتصل، وسمعنا ما سمعناه في وقته. في حقيقة الأمر يعني الآن أصبحت الأمور بعد هذه الفترة الطويلة وما يعيش الاقتصاد القطري من نكبة وخسائر حقيقة كبيرة بلغت 38 مليار، هذا من الدخل القطري الذي أنفق خلال 3 شهور. أضف إلى ذلك يعني بدأت الدول أرجوك نحن قبل أن نتحدث عن الخسائر وما الخسائر الآن، هل الحوار وارد من أجل حل المشكلة؟ أنت بالنهاية تعرف لا قطر راح تحزم الحقائب وترحل ولا جيرانها راح يرحلوا، يعني الجميع جالس في تلك المنطقة، فهل هناك سبل أو فرص للحوار؟ حقيقة الآن بدأت الأمور من الأسرة الحاكمة القطرية نفسها، الشيخ عبد الله بن علي وبقية شيوخ آل ثاني وأعيان قطر يتحدثوا عن ضرورة تغيير النظام. أضف إلى ذلك المعارضة القطرية التي عقدت مؤتمرها الأول في لندن ولديها مؤتمر ثاني في شهر 10، يعني بدأ الشعور القطري بالتململ، لأن قطر في الأخير هي جزء من المنظومة الخليجية وجزء أيضا من البيت العربي الواحد، فحينما تكون تقاطع هذه الدولة أشقائها في دول الخليج وتدخل في شؤونهم وتكون هذه المقاطعة التي استمرت أكثر من 3 شهور والسبب الرئيسي فيها هو الحكومة القطرية، بالتالي رأوا حكام قطر أو الذين يعيشون في الخارج إلى ضرورة تغيير
التغيير كذلك يعني وهو الأمير حتى نكون يعني منصفين، هو قال نفس الشيء في الكلمة اليوم، قال الدول التي فرضت الحصار على قطر تتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من الدول وحتى لاحقت مواطنيها في الداخل والمقيمين على أراضيها لمجرد التعاطف مع قطر. هذا الكلام غير صحيح، هي من تدخلت في شؤوننا حقيقة وهي من تؤذي، يعني نحن نعلم ما قامت بحقيقة للمواطن الحاج الذي تحدث بحديث طيب عن المملكة العربية السعودية وما قدمته للحجاج القطريين وما قدمه الملك سلمان، وفي الأخير رأينا عبر وسائل الإعلام كيف عذب هذا وصيغت أيضا تلاعبوا بكلام هذا الحاج، فحقيقة هي من تحاول أن تتدخل في شؤون الآخرين. اليوم إذا نظرنا إلى على سبيل المثال قناة الجزيرة والبرامج التي تبثها ومنظمات حقوق الإنسان التي تدفع لها قطر لتعطي صورة غير صحيحة عن الإمارات وعن السعودية، هذا شيء واضح، هذا هو التدخل، هي من يتدخل في شؤوننا، قطر من تتدخل في شؤون الآخرين وتأتي بناس أمثال ديكسون وغيرهم من يدعون بأنهم أصحاب حقوق الإنسان ليتحدثوا عن دول الخليج بهذا الحديث الغير لائق حقيقة. شكرا، أشكرك جزيل الشكر من دبي المحلل السياسي والباحث في الشؤون الخليجية وشؤون الجزيرة العربية الدكتور خالد القاسمي، شكرا جزيلا لك.